بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البدر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. كلامنا اليوم عن محبة السلف الصالح للنبي الأعظم، عن شدة شوقهم إليه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان ومن اتبعهم من الصالحين قلوبهم عامرة. وخلينا نركز على كل كلمة، يعني لنفهم شو اللي بدنا نوصل، شو اللي بدنا نحكي. لما نقول قلوبهم عامرة بحب الله تعالى وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم، سل نفسك هل هذا الوصف ينطبق على قلبك؟ هل قلبك عامر بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممتلئ، يعني ممتلئ. شو معناها؟ يعني إذا أحببت فلانا تحبه لأنك تحب الله ورسوله، فتكون محبتك له في الله عز وجل. إذا مال قلبك إلى شيء فلأن الله أمر به وحث عليه، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انتهيت عن شيء، تركت شيئا، تتركه لأن الله تعالى نهاك عنه، لا يحب أن يراك حيث نهاك، فأنت لا تكون حيث نهاك الله. قلوبهم عامرة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون القلب العامر بحب الله ورسوله. يعني يكون ميزانه الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته، عند أكله وشربه، عند جماعه، عندما المتزوج، في كل أحواله ميزانه الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان من علامات حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. الواحد يكون قاعد مع زوجته التي يحبها ومع أولاده الذين تعلق قلبه بهم، ومع ذلك ما قادر يصبر إنه هو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكون قاعد في بيته مع أهله، مع أولاده، مع أحبابه، في شيء في قلبه يدفعه ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسمع صوته، ليسمع كلامه. أليس كل حبيب يحب لقاء محبوبه؟ بلى.
بلى، كل حبيب، كل واحد يحب إنسانا يحب أن يلقاه، يشتاق إليه، لا يصبر على فراقه. فلذلك لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذهب إلى بيته، إلى زوجاته، يكون مع هذه الزوجة ومع هذه الزوجة، يكون في بيته أحيانا، الصحابة لا يكونون معه، وهم يعرفون ذلك أنهم الآن لا يستطيعون أن يكونوا معه. كيف يعوضون عن رؤيته وسماع صوته والجلوس إليه وأن يكونوا معه؟ كيف يعوضوا عن ذلك؟ كيف تعوض؟ بذكره عليه الصلاة والسلام، بذكره، يكون حديثهم عنه عليه الصلاة والسلام، مش بس بذكره. في فرق كبير، أحيانا نحن نكون جالسين بمجلس مع بعض أحبابنا وأخواننا وأصحابنا وأهلنا ويذكر عليه الصلاة والسلام، شو بنقول نحن؟ صلى الله عليه وسلم. لكن كم واحد عندما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه يكون قلبه مستحضرا لتوقير النبي عليه الصلاة والسلام ولتعظيمه؟ أدي لكم قلبه حاضر. أدي يظهر الخشوع والانكسار عندما يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقال له محمد رسول الله. إذا شخص بحب شخص آخر، سواء رجل يحب امرأة أو امرأة تحب رجلا، أو إنسان متعلق قلبه بصديق بأخ، وهذا بعيد عنه، هذا الشخص بعيد عنه، لنفترض جاء إنسان ومعه شخص آخر عم بيعرفه عليه، فلان اسمه كذا على اسم المحبوب، يخفق قلبه، يخفق قلبه، يتذكر الإنسان الذي يحبه. الصحابة هكذا كانوا، عندما يكونون بعيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا معه، فإذا ذكر تتحرك قلوبهم، مش بس تتحرك بالكاف، تتحرق كأنه نار الشوق تشتعل فيها، حتى إنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا شوقا إليه. عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه المدة، ثم توفاه الله، صدمة الوفاة ما رأيت، مع كل ما جرى للصحابة فيها ما رأيت، انصدموا وكملوا حياتهم، كملوا حياتهم. قالوا، ذكرنا في الدرس الماضي، أنكروا قلوبهم. ما هيك كان حالنا لما كان النبي بيننا؟ ما هيك كانت قلوبنا؟ طيب مرقت هذه الفترة وعاشوا حياتهم، لما يذكر عليه الصلاة والسلام، يعني بالتعبير العصري بيقول لك شريط الذكريات كله مر أمامهم، بيتذكر حاله باليوم الفلاني لما صار هذه القصة، النبي قال لي كذا، النبي حدثني بكذا، رأيته يفعل كذا، فلان كان يكلمه فقال له، كل هذا الشريط يمر أمامه، حتى التابعون اللي التابعين ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا من الصحابة، لكن يعني لما الحبيب يصف حبيبه غير لما واحد بعيد يخبر فلان
يحب كذا فلانة وقلبه متعلق بها، أو يحب فلانة غير لما تسمع منه. فكيف هؤلاء التابعون سمعوا من الصحابة عن حبهم وشوقهم وتقديرهم وتوقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك أوقع تأثير أكبر على قلوبهم. فكثير من التابعين كانوا يفعلون مثل ما يفعل الصحابة شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتهيبا له هيبة، حتى لو لم يكن بينهم له هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفعلون ذلك تهيبا له توقيرا له. كيف لا وقد جمع عليه الصلاة والسلام بين جمال الصورة، جمال الهيئة، جمال الشكل، جمال الظاهر، وكمال الأخلاق، وجمال الباطن. كيف لا وفضله عليه الصلاة والسلام عظيم على أمته من حيث إحسانه، من حيث إنعامه عليهم، مما جعل الله تعالى فيه من الشمائل والخصال والأوصاف التي أكرمه الله تعالى بها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمته ليست محصورة بالمؤمنين الذين كانوا معه، بل هي شاملة لكل مؤمن. رحمته عليه الصلاة والسلام شاملة لكل مؤمن. أليس الله استنقذهم من النار بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ بلى، هو الرحمة المهداة للعالمين، هو الذي علمهم الكتابة وعلمهم الحكمة ودلهم على الصراط المستقيم. فأي إحسان أجل وأعظم من إحسانه عليه الصلاة والسلام إلى جميع المؤمنين؟ مهما أحسن إليك الشخص بالمال، بالمعاملة الحسنة، فهذا كله لأنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أي إفضال وأي منفعة وأي عطاء أعظم من عطاء النبي عليه الصلاة والسلام ومنفعته إلى كافة المسلمين؟ هو كان السبب لهدايتهم، هو السبب لإنقاذهم من الجهل والعماية والضلال، هو داعيهم إلى الفلاح والكرامة، هو وسيلتهم إلى ربهم، هو شفيعهم يوم القيامة، هو المتكلم عنهم، هو الذي يقول أمتي أمتي، هو الذي يشهد لهم. وبذلك يكون عليه الصلاة والسلام مستوجبا شرعا للمحبة الحقيقية. يجب علينا شرعا أن نحبه هذه المحبة الحقيقية. ولذلك الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا، إن امتنعوا عن الإيمان بالله ورسوله، فهم كفار، الله لا يحبهم، لا يكون راضيا عنهم، لا يثيبهم. ولهذا قال سيدنا الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه:
الطريق إلى الله مسدودة على خلق الله عز وجل إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا على المقتدين به عليه الصلاة والسلام، إلا على المتبعين لنهجه وسنته عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة الحسنة، هو القدوة الحسنة. بدك تقتدي بمن؟ مين بدك تتبع؟ مين بده يكون قدوة لك؟ تطلع أنا حتى يكون حالي حسن، مين اللي بدي أخذ قدوة لإلي؟ ومن أفضل وأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكثرت الروايات والأخبار عن السلف الصالح وعن الأئمة الأعلام بما يدل على عظيم محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وشدة شوقهم إليه. في روايات كتير وقصص كتير وأخبار كتير بتدل قديش قلوب هؤلاء الصالحين كانت متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كم كان مبلغ محبتهم له وشوقهم إليه. قال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا، يعني من أكثر الناس من أمة محمد يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشد أمتي لي حبا، من أناس يكونون بعدي، من هم بحياتكم؟ جاءوا بعد ذلك، أناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، لو حط كل ماله ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء مش من الصحابة، هؤلاء ليسوا من الصحابة، جاءوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الله يجعلنا منهم. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت لو رأيت أحبابي، كان يتمنى أن يرى أحبابه، وددت لو أرى أحبابي، لو رأيت أحبابي. سمعوا الصحابي قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ هم أحبابه لا شك، هم أحبابه، لكن هو يقصد أحبابا معينين. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، مش بس أحبابي، أنتم أصحابي كمان، لكن أحبابي الذين أتكلم عنهم. قال: أحبابي الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. أما ما يروى أن الصحابة قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، لا ما في، النبي لا يقول لا عن هذا، هم أحبابه، كيف يقول لا؟ بعض الناس يروي هذا الحديث فيذكر لا قبل كلمة أنتم أصحابي، هذه لا مش موجودة. عمرو بن العاص قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن العاص، فكيف من كانوا هم أعلى منه درجة من الصحابة؟ عمرو بن العاص صحابي، لكن الصحابة ما كلهم بدرجة واحدة، يتفاوتون في الفضل عند الله. وعن عبدة بنت خالد بن معدان تخبر عن أبيها، عبدة اسم امرأة، أبوها
اسمه خالد ابن معدان عم تخبر عن أبيها، فتقول أبوها شو اسمه؟ خالد. فتقول ما كان خالد يأوي إلى فراش، يعني أبوها لما بدي يروح ينام، كل ما بدي يروح ينام، إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم، يذكرهم بأسمائهم. كل ما بده ينام يأوي إلى فراشه، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الصحابة الذين هو مشتاق إليهم، الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار، يذكر أسماءهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك. مشتاق، مشتاق. إذا أنت بحبيبك في بلد آخر وبدك تسافر لعنده وقطعت التيكت وناطر موعد الطيارة وطلعت الطيارة والمسافة 12-13-14-15 اللي هي، أنت شو بتكون قلبك بهالطيارة؟ شو بتكون عم يعمل؟ بتكون ناطر اليوم اللحظة التي تجتمع فيها بحبيبك. فكيف الاجتماع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الصحابي عاش مع النبي، سمعه، جالسه، جالس أبا بكر وعمر وعثمان، جالس هؤلاء الأكابر. فكان يقول طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك، يبقى يقول ذلك حتى يغلبه النوم فينام. يعني هذا ينام على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. امرأة من الأنصار من أهل المدينة المنورة بغزوة أحد، بمعركة أحد، مات أبوها وأخوها وزوجها بالمعركة، الثلاثة، أبوها وخيها وزوجها، قدموهم لها، ما التفتت، قالوا لها هذا أبوك وخيك وزوجك قتلوا في غزوة أحد، وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما وأبوها، أبوها وخيها وزوجها ماتوا الثلاثة، ما سألت إلا بعد أن تطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هون بالها مشغول، هون قلبها مشغول. قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين، طمنوها أن النبي حي بخير. قالوا لها خيرا هو بحمد الله كما تحبين. يجب حبل النبي عليه الصلاة والسلام، اكتفت بذلك؟ ما اكتفت، قالت أرونيه حتى أنظر إليه، بدي أشوف، أرونيه. فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي مصيبة بعدك هيني، شو ما كانت، فقدت زوجي، فقدت والدي، فقدت أخي، فقدت أهلي، وأنت بخير، إذن أنا بخير. كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة. بيوم من الأيام سئل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لأنه فرصة لما تكون مع، التقيت بأناس من الصحابة عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، شو بدك تسألهم تعرف كيف كانوا معه، كيف كان معهم. فسئل سيدنا علي يوما كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم تحبونه، كيف كان حبكم له؟ فقال رضي الله عنه كان، يعني والله كان النبي، يعني كان والله أحب إلينا
من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ومن الماء البارد على الظمأ، الظمأ شدة العطش. إذا واحد عطشان كثير قد ايه بيكون مشتاق لشربة مي باردة؟ شوقهم لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام أشد من شوق العطشان الذي يلهف بسبب العطش إلى شربة ماء بارد. بدك تترقى عند الله. أحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الذي يجعلك تتأسى به وتقتدي به، مش بس بلسانك أنا أحب رسول الله، إن المحب لمن يحب إيش؟ مطيعه. إن المحب لمن يحب مطيعه. طب هذا بيدفعك لشيء لما تعرف إنه في مجلس علم، علم النبي عليه الصلاة والسلام يعطى في مجلس، علم الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعطى في مجلس، وانت ببيتك عم تتفرج على التلفزيون او مشغول بطبخة او بفنجان قهوة او الى اخره، او بمسيرة مع جار او جارة. هذا الحب الذي في قلبك للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ما بيدفعك لتترك ما أنت فيه وتأتي إلى مجلس يحبه عليه الصلاة والسلام ودعا إليه، جاهد كل حياته من أجل هذا المجلس ونشر هذا العلم، شو معناها؟ حبك كامل له؟ بيكون حبك كامل له؟ ما هي منا بس كلمة بتتم، منا كلمة بتتم، بدك تعمل بمقتضى هذه الكلمة التي يتفوه بها فمك، التي تنطق بها، بدك تعمل بمقتضاها. أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام، شيء جميل، كيف بتحبه؟ كيف تحبه؟ تفعل ما أمر به وتنتهي عما نهاك عنه. لا تغضب إلا لله. تبذل في سبيل الله. تتواضع مع الناس. ترحم، تشفق. هيك بدك تحبه، هيك تتأسى به، تقتدي به. هذه كمال المحبة. هذا معنى كلام الجنيد: الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك الطريق إلى الله، يعني إلى مرضات الله، يعني إلى أن يكون الشخص من أحباب الله، يعني إلى الولاية. بدك توصل للولاية، اقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدك تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يدخلون الجنة مع الأولين. هذا الطريق واضح، واضح. وعن زيد بن أسلم قال: خرج عمر، يعني بن الخطاب رضي الله عنه، ليلة. ليش خرج؟ يحرس الناس، بده يطمن على الناس. الخليفه، الخليفه هذا اللي تربى في مدرسه محمد عليه الصلاه والسلام. هؤلاء تخرجوا من مدرسه محمد عليه الصلاه والسلام. خرج ليله وهو خليفه يحرس الناس، فراى مصباحا في بيت. بالليل في مصباح ضوء، فإذا عجوز، امرأة كبيرة في السن، تنفش صوفا
زمان، هلا ما بقى بيعرفوا جيل هالزمن، كانوا ينجزوا الصوف يضربوه ينفش. هذا عم تنفش صوف بالليل، شو كان عم تقول؟ على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار. لما كان يقوم يصلي في السحر عليه الصلاة والسلام كان يبكي، كان يبكي من شدة خشوعه، حتى تجد أما تحت رجليه بقعة من دموعه عليه الصلاة والسلام. قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار؟ الله أكبر، الله أكبر. عجوز عم تنفش صوف. شوفوا هالصورة عم تنفش صوف، نفس الصوف. هذا عمل للدنيا ولا للآخرة؟ عمل للدنيا. ما خلاها عمل الدنيا تنتهي عن عمل للآخرة وتبث شوقها وحبها للنبي عليه الصلاة والسلام. فكانت وهي تنفش الصوف تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا طوار أو أطوار، هل تجمعني بحبيب الدار؟ هل تجمعني بحبيب الدار؟ هي تعني النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي سمع هالكلام؟ سيدنا عمر. فإذا هي مين درجته أعلى عند الله؟ عمر. مين قلبه أكثر خشية لله؟ عمر، لأنه رفع الدرجات هذا حسب على حسب كل شخص قديش جعل الله في قلبه من خشيته سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام فاق غيره من الأنبياء في الفضل والدرجة عند الله، لأن قلبه أشد خشية لله من غيره، لأن العبرة عند الله منها بطول العمر في العبادة. سيدنا نوح عبد الله تعالى 1700 سنة، يعني إذا بدنا نعد صلوات وأذكار باللسان لله عز وجل يذكر الله من حيث العدد يطلع أكبر. والنبي عاش 63 سنة. ليش النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من نوح وأفضل من آدم وإبراهيم وكل الأنبياء؟ ليه؟ لما حواه قلبه الشريف من خشية الله، بهذا فاق غيره. الله تعالى أكرمه بأن جعل قلبه أخشى القلوب لله عز وجل. سيدنا عمر سمع هذه العجوز فجلس يبكي، جلس يبكي وطلب منها أن تشركه وتذكره في كلامها. دخليني بكلامك، حطيني كمان بكلامك، احكي عني حتى يكون كلامها عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر عمر، في ذكر عمر رضي الله عن عمر. ما شاء الله، امبارح في صلاة الجمعة كل ما اجانا عمر وعمر وعمر، تجي 10 عمر كانوا بصلاة الجمعة، حتى سميتها الجمعة العمرية امبارح. وثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خدرت رجله، بتعرفوا القصة، قيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك، بروح على الخدر، اذكر أحب الناس إليك. قد واحد يعني ليس مثل عبد الله بن عمر بفكر مين انا بحب اكثر، فلاني ولا فلاني ولا فلاني، مين بدي اذكر؟ ما اخذت معه غلوه مثل ما بقولوا. اذكر احب الناس اليك، قال يا محمد
مين بده يكون احب الناس الينا؟ امي ولا ابوي ولا ابني ولا بنتي ولا زوجتي فلاني ولا فلان ولا شيخي ولا مين؟ اذكر احب الناس الي يا محمد. انتهت. قال فكأنما نشط من عقال، يعني فورا تعافى. وهذا يدل على جواز نداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقولك يا محمد. بجوز بعد موته يجوز أن تقول يا محمد، خلاف ما تعتقده الوهابية الذين هم نفاة التوسل، عندهم إذا تقول يا محمد شرك. خدرت رجل عبد الله بن عمر. الخدر هذا غير التنميل، مش نملت، مش مثل ما نحن بنقول بالعامية نملت اجره، لا. الخدر نوع من الشلل يصيب الرجل، يصيب اليد. فهذا النوع من الشلل اذا اصاب العضو بالجسم يتعطل، ما بقى يحس فيه، ما بقى في شعور، يتعطل عن الحس والشعور. فلما قال يا محمد كأنما نشط من عقال، مثل الناقة الجمل اللي كان مربوط وما قادر، عم بيحاول يطلع ما عم يطلع، وفك عنه عقاله ينطلق هكذا. وتسمعون بسيدنا بلال بن أبي رباح الحبشي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، كان على فراش الموت، كان بيموت، يحتضر، ما نقول يحتضر، نقول يحتضر. ليه؟ هو واحد هيك هو يقرر انه هلا بدي انا احتضر بيمشي هيك؟ لا، غيره، يعني الله تبارك وتعالى جعله على حالة الاحتضار. ما هو الواحد يجعل نفسه على حالة الاحتضار؟ فما بنقول فلان احتضر، نقول فلان احتضر. ما بنقول فلان يحتضر، نقول فلان يحتضر. كما انه ما بنقول فلان عمر، يعني عاش عمرا طويلا، لا، نقول فلان عمر، الله اعطاه العمر الطويل. فلان معمر، ما نقول معمر من المعمرين، لا، المعمر هو الله تعالى، هو الذي جعله يعيش هذا العمر الطويل. أما المعمر هو الذي شاء الله له أن يعيش عمرا طويلا. فلما احتضر سيدنا بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه وحزناه، زوجته، بعدين زوجة مين؟ زوجة صحابي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف كان عم بيعاملها بالدنيا؟ يا قد ايه بيكون قلبها متعلق به، وهو الآن على فراش الموت. قالت وحزناه على فراقه، وهو على فراش الموت شو قال لها؟ وطرباه، يعني قديش فرحتي، وفرحتاه، وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أي دنيا وأي مال وأي ضياع وأي حسابات بالبنوك وأي شركات وإدارة، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هؤلاء هم المكسب، هؤلاء هم الفوز، أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة تزور أم المؤمنين السيدة عائشة. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في بيتها،
دفعها شوقها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للسيدة عائشة: اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكشفي لي. فكشفت لها عائشة، كشفت لها. الوهابية يمنعون الناس من الاقتراب، من مجرد الاقتراب. هم أعلموا من عائشة رضي الله عنها. كشفت لها فصارت تبكي أمام القبر الشريف. لهون طبيعي، لهون عادي، امرأة صحابية ومشتاقة للنبي عليه الصلاة والسلام. عائشة كشفت لها القبر الشريف، صارت تبكي، لهون طبيعي. بقيت تبكي حتى ماتت من شوقها إلى رسول الله. ماتت. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.